السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على علي بن شيخ. علي بن شيخ وين يتكلم على لوبجيكتيف تاع المنتخب الوطني الجزائري وهو النهائي، يعني اللعابه اللي عندنا ليفيكتيف اللي عندنا الفنيات اللي عندنا يعني ما يتقارنوش، يعني ما نجموش نقولوا باللي انغولا غادي تقارن تنجم تقارنها بليفيكتيف اللي عندنا، بوركينا فاسو تقارنها ولا موريتانيا مساكين تقارنهم، يعني ما كاش من هذه صاحبي. وكيما قال لك قويري قال لك تبليسه كان يؤدي في من يسك الحج تبليسه تاع العمر، لا ما لا مكان لا مكان ما تزيدوش وصاي يخلوا لافير هذه متوسة بركة. نقول لكم هذو الناس اللي هم يجبدوا في قويري ذهب يبكي، قويري كان متأثر، قويري نهار الأول متأثر باش يجي يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري، قويري لافير تاعو باينة غير الناس هاي ساكتة وصاي كسر خير الصحافة اللي واقفة مع ذا لونترينر، الناس ساكتة. وبالشيخ عنده الحق واش هدر، انا نقول لكم بالشيخ عنده الحق واش يهدر، وبالشيخ راه يهدر كرة قدم. الناس قال لك راه يدير في الضغوطات على المدرب، ها انتوما ما فهمناش. بالشيخ قال ما غاديش صعيبة علينا في مصر، خرجتوا لي تستهزئوا به. بالشيخ قال صعيبة، بالشيخ هدر بكرة قدم. بالشيخ راه يقول باللي نجيبوها، راكم تقولوا بالشيخ يدير في الضغوطات، ها فهموا روحكم انتوما كون باغي تجيبوها ولا باغي اونترينير يقعدوا صايب ما شاركوش كاع حتى تجي كوب دي موند شاركو صايب حاجه شابه كنت تعرفوا ديروها كاونا للشيطان. اسمعوا معنا بالشيخ، سمعوا. مانيش مأمن، انني مأمن 100% بلي نروحوا فينال ان شاء الله، ما نجموش نقعدوا انا دومي فينال كارت فينال، لا هادي سي سي با سي با سي 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 با اون ريوسيت. انا ليا ماهيش ماهيش حاجه ريفونير لي سيبورتور، برك لي سيبورتور يروحوا 2000 ولا يروحوا 1000 ولا يروحوا 2000، بيان سور يا با ميو كيروحوا ستاد معمر، مي كيروحوا 2000 ولا 3000، مام الاخرين يجيو 20000، بصح كيف تيرا تحكمهم وترفد لهم الشبك ما كاين لا 10000 ولا كي 2019 في مصر، في مصر بشعبهم بالتيران تاعهم وخرجوا كل شيء تاعهم وما كاين والو، كيما كانوا شبار ما كانوش ملاح. سيفري سيفري سيبورت لا احنا اللي هنا في تشاكر اللي هنا كونت الكاميرون، لعبنا كونت الشعب تاع الكاميرون ولا الشعب تاع الجزائر، زياده هذه غير زياده. ولا نستمع لعلي بن شيخ، شوف كي نتبع الكلام هذا اللي راكم تقولوا فيه، لا بليسير بدات سوا ديزون بليسير لو 20 ملعب ما دار والو، هكذا راح العمران بعد جا راح العمران تبليسه فماك تبليسه والو. رشيد يحبها هاديه، انا جو بونس تبليسه كي كان يطوف كان يطوف في العمران اللي تبليسه شكيت اسكو لو فخرج نورمال. يا سلام، انا قلت لك ممكن كي كلت ما كاش ما داروش مليح الاخر، هذا رايي وانا نحترم الراي تاع تو الموند كسوا الاستاف ولا الكلوب ريني ولا الجوار جوار، مي هذا المدراي. ونزيد كي نسمعكم تقولوا سيرتو نتاردو مشكلة وصايت جوا، مي هذا المدراي. ونزيد كي نسمعكم تقولوا سيرتو نتاردو، انا قلت انت تجيب المعلومة على كل حال، اون بوتيت بليسير هكذا قلتو هكذا، اون بوتيت ممكن اون بوتيت بليسير. قادر يقعد في المعسكر ويلعب دوزيام تور قادر فينال، قالوا مبليسي عوار ما لعبش في روما لان مبليسي صح وقعد في ليكيب راسو وجاو اونطرينا البارح اونطرينا معاه، دوك هذا اون بوتيت بليسير كان ينجم يقعد ويونطريني معاه فهمتي اكزاكتو. ولا عاد بوتيت بليسير كيما دار عوار وشفتو كل القرون داروا بالفيليسيتاسيون كيعيطوا. خلينا نكملوا على صرات الكوب دافريك اللي فاتت بونت راك سمو في غولي مبليسي ما تريناش كاع وداره لعب كان مبليسي ادم الوناس نابولي رسل الاخر تاعو البيلون تاعو تعطبي باللي قلبه وراهم يداووا فيه وجابه وخلاه وما طنقاش وهذا له طنقه فاهم. قلت لك نحترم كاع لي ديكلاراسيون تاع الناس ولكن انا جو نو كروا با، انا ما نعملش
منامنش اللي كاين بلي على جال سوا ديزون بلي سير منامنش كاين بلي سير منامنش الاخر منامن حتى حاجه. انا نعرف بلي البوست هذاك فيه ان كونكورونس عمورا بليلي شايبي ما ميت نوري في الكولوار واش ما نحسبوهاش. وزيد هو كاين كاك كاين نوتر بروبليم اللي انا ما على باليش به مي جو سي انا نعرف شويه فوتبال ولكن قلت لك نحترم كاع الراي ولكن ما نامنش بهذا هذا الفيلم انا ما نامنش به. ماشي ما قال سمير جلو رجوا قال لك يعني كومونيكي اوفيسيال مع الفيدراسيون ولما يتسالي قال خونا سمير حالف يتغير حالف زوجين دين يتغير لان ساجي ليكيب ناسيونال يا لو دروا دو ريزيرف يا بوكو تشوز هادو ما كل واحد يحترم هذا الشيء لان اسمح لي لان فريق وطني دونك ما كاش هذه كاين العقل واش يقول انا عطيتك المنتخب وطني خويا كل واحد يخمم كما يحب. رشيد هل تعتقد انه اللاعب ربما ما قبلش انه ستاتيو تاعو تاع رون بلاسون بلاك خاصه انه قادم من المنتخب الفرنسي يعني اختار الجزائر في هذا السن مقارنه بالمنتخب الفرنسي يقول لك انا نلعب تيتولار خاصه المباريات الاخيره كلها لعبها كاس والله اللعبة اساسي والله لا صح والله العظيم ما عندك ما تدير الناس هذا الله غالب امور صراو الناس يساكتوا صعيب هذه اللي يقولوا الناس يساكتوا بعد تبان كل شيء بان انا نقول لكم بعد كل شيء وبالتالي يقول لك انا باش نلقى نفسي انه شايبي يولي هو في المرتبه الاولى بالك كوتي غوش لانه هو لعب امام المنتخب الاولمبي وغياب عموره في المباراه الاولى يعني كاين شايبي كاين بليلي فقط كاين هاد الزوج يقدروا يلعبوا كوتي غوش بذهاب كويري لكن ابارتير من المباراه الثانيه كاين عموره اللي راهو كما نقولوا راهو في مستوى رائع وبالتالي بالك حس بانه يلقى نفسه في البنك الاحتياط هو اللي ترك نادي هلال. قلنا بلي هاد لا بيريود يعني تري ديفيسيل في الوقت هذا في البطولات الاوروبيه وهذا ما حدث ايضا لعوار الذي لم يستدعى تماما في اللقاء الاخير وراه يدرب بانتظام مع المنتخب. تاع رضوان هو كي جا ليكيب ناسيونال انا نشفى مليح دار الكومونيكي جا بقناعه ليكيب ناسيونال واه والله صح كونفيكسيون جا باه يلعب ما جا صافي يدير كان مقتنع بالفريق الوطني. عندما جاء الفريق الوطني لعب ثلاث مباريات أربعة مباراة أخيرة أمام موزمبيق هذيك المباراة الأخيرة اللي لعبها صراحة دوك نهضروا صراحة يعني المردود تاعو في هذه المباراة كان كل مستوى ما كانش ما قنعش لعب أغوش لعب أفون سونتر لعب نافيدمي في ثلاثة ما قنعناش ما قنع لا الجمهور لا الناخب الوطني أنا أظن ما من الناخب الوطني ما قنعوش لأن يعني شفنا المردود تاعو ما كانش كما كنا نستناو فيه احنا واش كنا نستناو كان يمكن نحكم على لاعب في أربع مباريات ربما كانت كاس افريقيا هذه فرصه باش نعطيك على سبيل المثال ايت نوري مباراه اولى تاعو امام السنغال الى الى دي مونتري بوكو دو شوز بورتون دي بلاسمون السنغال ايت نوري سيتي با سون بريمير ماتش البريمير ماتش كان في نيسون مونديال بعد هما دوزيام ماتش هذا مباراه مقبوله هذا مباراه وبعد ميم شاب الى ادوبتي لكن اليوم هذا اللاعب ولا مراوك على جو على غير على غير الرحمه 24 مباراه مع الفريق الوطني ما فيه عليه على واحد جمال ما تاقلمش ولا مانيش عارف او با دي لكن اليوم كويري هادي المدرب ما يعرفش يحكم يختارش اليوم يفرض روحه على الفريق الوطني كاين لا كونكونس اي دو لاكسبتي رضوان 2019 ياسين ابراهيمي كان يطير كان في اعز كان في اعز ايامه وكان تري بون جوار 2019 كي شاف بلي بليلي كان يدور خير منه قعد في البون دو توش وما كيتا ليكيب ناسيونال ما والو وقبلها سمير نسيت واحد ايضا تكلمنا سي علي ايضا على ادم والناس اللي يقدر يلعب ايضا في البوست هذاك وسبق له مع المنتخب الوطني اللعب على لعب على الجهه على بوش لعب يعني كل هذا هل هو اللي خلى ادم او امين كويري يشعر بانه اصبح خيار ثاني او ربما ثالث بعوده عمور؟ خيارات كثيره وغياب كويري خيارات كاينين ماشي اللي يعرف يحطهم نقدروا نتصوروا اللاعب بليسير وبا بليسير يا رضوان اليوم لازم نعترف باللي انت ما قنعكش يعني انا ما قنعنيش وانا بور موا ايتي با بري بور ليك ناسيونال لا كوب دافريك ابري دوكا تبليسا ما تبليساش انا بور موا الامر ليس مهم الامر لي مهم. بلاك وكان لاعب واحد اخر بلاك نختم هذه القضيه مع سي علي هل تعتقد سي علي بن شيخ انه قالوا نشوفوا المدرب عنده خطه اخرى يكون المدرب عنده خطه اخرى ما تنجمش تعرف مدرب بلاك ما يدخلش في الخيارات تاعه
هذه هي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما نكونوا معكم بجديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.